السوق السعودية إذن بهذه التراجعات تقريبا العامة التي شملت كثير من الأسهم، هل نحن فقط في أجواء إجازة أم لدينا تطورات أخرى ربما تلحق بالسوق؟ نعم، حياكم الله، شكرا على الاستضافة. أهلا. السوق تقريبا فيه عدة عوامل يعني متعودين عليها، فترة حظر التعاملات التنفيذيين، دائما أتكلم أنه إذا كانت بدأت بعد ارتفاع كبير للسوق غالبا ما يكون في جني أرباح للأسهم القيادية خصوصا. عندنا تقريبا فترة الإجازة، وهذا تتعلق بتوفير الكاش لصغار المستثمرين وترقب النتائج المالية اللي تقريبا سلبية، ممكن تكون أكثر التوقعات، توقعات سلبية. لماذا سلبية؟ لماذا؟ شو اللي مؤثر على المزاج؟ النفط، وضع سوق النفط والطلب عليه، ورغم الأحداث الجيوسياسية وعدم ارتفاع مبيعات بشكل كبير لشركات البتروكيماوية بالسوق بما يتناسب يعني من بداية العام، لذلك رأينا القطاع المصرفي هو اللي يتفوق على حتى على المؤشر العام، وبالتالي التوقعات ممكن تكون تحت ضغط بند المبيعات في هذه الشركات والمخزون، يعني نركز على هذين البندين أكثر، بالإضافة لأنه بعد هذا الارتفاع الكبير للسوق من بداية العام، خلينا نتكلم آخر تقريبا شهر ونص أو شهر، ارتفع الدولار بشكل كبير. طبعا صانع السوق اللي تقريبا يتحكم بشكل كبير بالسوق يهتم بهذا الموضوع، انه جني ارباح تكون مناسبه جدا اذا كان الدولار مرتفع، لانه تكون قيمه الريال ارتفعت، تم تعويض، يعني يكون خصوصا انه بعد يعني اذا كان في سيطره على موضوع التضخم واتى ارتفاع في الدولار، يكون الكاش مهم ومغري ومفيد لصناع السوق. طبعا هذه ما تعني سلبيه كبيره، لكن اللي يبدو لي انه السلبيه هي على مستوى الحركه اليوميه وعلى مستوى الحركه اللحظيه واحيانا الاسبوعيه، لكن يبدو لي انه السوق يبحث عن منطقه تتناسب مع استقبال الضيف الجديد البنك الاهلي، ممكن تكون منطقه حيره يعني ذات نطاق واسع، يعني من 10,000 او عفوا من 9,800 الى 11,200. طبعا هل السوق محتارة يعني بتوجهاته، يعني هذا هل السهم الجديد الذي سيتم الاكتتاب عليه سيسحب سيولة من السوق، وهل السوق تتريث في هذه المرحلة؟ نعم سيسحب، وهذا متوقع من وقت سابق، لأنه هذا البنك هو معني بالتجار اللي تقريبا ما عندهم مشكلة في الجدل أو العامل الشرعي اللي يدور حول البنك، وبالتالي هم تجار قطاع مصرفي بامتياز، وهم ملاك رئيسيين وقدامى، وبالتالي راح يستفيدون من جني أرباح في القطاع المصرفي اللي حدث لتوفير سيولة للبنك الأهلي، لأنه البنك الأهلي راح يضيف للسوق ويضيف لمحافظهم ويضيف وزن كبير من حيث الأرباح، القيمة الدفترية والقيمة السوقية، لكن زيادة الطمع، هناك جني أرباح يعني جيدة يعني في القطاع المصرفي، خصوصا أنه كثير من المصارف يعني أعطت تقريبا 100% يعني من الموجات الصاعدة الرئيسية الحالية. في موضوع ثاني اللي هو موضوع تقريبا سوق النفط، يعني سوق النفط هيدي هي طيب، دائما السوق النفطية مع هذه التراجعات وحتى كسر ال100 دولار رغم كل ما قيل يعني من محاولات أوبك ومحاولات أيضا المملكة بأن تخفض من إنتاجها، لا يبدو أنه السوق استجابت، بقينا تحت ال100 دولار، هذا بطبيعة الحال كيف ينعكس على المؤشر؟ يعني تاريخيا المؤشر هل يأخذ بعين الاعتبار أو يتأخر في عملية احتسابه لتراجعات سوق النفط وربما نحصدها لاحقا؟ نعم، هو تاريخيا السوق يستجيب أكثر مع حركة أسواق النفط أو خامات النفط، لكن إذا كان الدولار يعني ذو موجة صاعدة قوية واضحة في السوق دائما ما يستفيد منها، خصوصا أنه بالعشر سنوات الأخيرة السوق أو عفوا ريال السعودي عانى من انخفاض في قيمته الشرائية، وبالتالي أي موجة صاعدة يعني خصوصا مع تحييد أسواق النفط غالبا ما يهتم فيها صناع السوق، وشفنا في 2010 اللي كانوا يسمونه في بدايته عام الدولار، شفنا شلون كان في جني أرباح
وتحييد للمؤشر العام أو ضغطه في منطقة معينة للاستفادة من أي ارتفاع في تكلفة أو عفوا في القيمة الشرائية للريال السعودي. غير كذا عندنا تقريبا موسم الآن ديني، فبالتالي هذا يزيد من ارتفاع من قيمة الريال. وأبغى أعرج على موضوع اللي هو تقريبا يعني العامل الفني، يعني هو ما في يعني تقريبا سلبية كبيرة أو تصحيح قادم للسوق خصوصا مع السيولة منسوب السيولة الحالي، لكن في شركات متأخرة عن المؤشر العام من حيث الأداء من بداية العام، ممكن تعطي بشكل كبير في هذا الوقت، يعني في الوقت اللي يقضي فيه المؤشر العام منطقة الحيرة اللي تقريبا يبدو لي ان كل اسبوع ورا اسبوع يزداد نطاق تذبذبها وتتسع اكثر، خصوصا مع يعني قرب اجازه يعني نشوف الضغوط. لكن بشكل عام يعني المؤشر العام يبحث عن منطقه تتناسب مع المعطيات اللي ذكرناها قبل شوي. طيب يعني فيما يتعلق يعني ذكرت ايضا وليد بالنسبه للاولويات، اولويات القياديات، انه هل القطاع المصرفي سيكون المسؤول الاكبر؟ سيهدأ التداول على القطاع البتروكيماوي في هذه المرحله اذا ربط المتداول وضع النفط؟ غالبا القطاع المصرفي بالتحديد يهدأ في هذه المنطقه الزمنيه، خلينا نقول ربع الثالث، ويبدا ينشط مع بدايه قرب اعلان النتائج الماليه للربع الاول. هذا تقريبا الموسميه. طيب والبتروكيماوي ما هي الموسميه التابعه له؟ ما في يعني منقذ هو الموسميه فصل الشتاء، لكن ما في منقذ لموضوع قطاع البتروكيماوي الا انه بحاجتين، الاولى انه يكون فيه ارتفاع أو تعويض كبير لخامات النفط استفادة من الأحداث الجيوسياسية وأزمة الإمدادات المتوقعة، بالإضافة إلى أنه يكون فيه تحسن مطمئن ومغري لتجار هذا القطاع بخصوص بند المبيعات والمخزون، لأنه هذه مشكلة كبيرة يعني تقريبا من عامين، على الرغم من ارتفاع اسعارهم الان الا انه بالعكس يعني ترتفع شهيه المخاطره، وبالتالي يكون السعر العادل يعني قريب يعني من هذه المناطق، وبالتالي غير مغري للشراء. طيب من سيستفيد ايضا يعني طيب من حاله الهدوء ايضا، هل ستتسلل بعض القطاعات ربما لنرى تاثيرها بشكل قوي؟ هو مثل ما ذكرت يعني منطقه الحيره غالبا ما تخدم القطاعات والشركات اللي متأخرة عن المؤشر العام. الآن المؤشر العام يعني نقيسه من بداية العام ونقارن الأداء أو طيب الاتصالات، طيب شركات الاستثمار المتعدد، التجزئة، الزراعة، هل سيكون لها دور؟ يعني الاتصالات كتير هدي بالفترة الماضية، ما عد شفناه كسابق عهدي، يعني من سنين كان له دور أهم من هلأ. نعم، هو قطاع الاتصالات هذا الموسم الذهبي يعني الفترة الحالية له، يعني ممكن يستفيد من إنتاج الربع الثالث نعم وربع رابع، بالإضافة إلى أنه بعد الإجازة يبدأ ينشط قطاع الأسمنت اللي تقريبا أعطانا يعني تقريبا من كم شهر يعني انطباعات إيجابية لنتائجه اللي تتعلق بالمبيعات وإنتاج المالية، بالإضافة إلى أنه في عندنا قطاع التغذية بقيادة المراعي وصافولة، وعندنا تقريبا قطاع تشييد البناء، وممكن تنشط أسهم في قطاعات صغيرة أو أسهم صغيرة مضاربية تنشط في هذه الفترة، لأنه ملحوظ جدا أنه يعني إذا حسبناها من حيث الموجات صاعدة وقسنا أو جسينا نبض التردد فيها نجد أنه فيه مقاومة للهبوط بشكل كبير للمؤشر العام، حتى بأحجام تداول وسيولة قليلة تهبط، وهذا واضح يعني بالنسبة لي أنه صناع هذه الأسهم يدافعون حاليا عن مراكزهم. طيب فيما يتعلق بقطاع التأمين، هذا شو بيعطينا دلالات؟ هل يعني قطاع التأمين لا يستطيع أن يعود إلى سابق عهده فيما يتعلق بجو المضاربات يعني القوية؟ هل فقط هو يستفيد من فرص زمنية محدودة؟ قطاع التأمين يعني الموجات الصاعدة اللي تتعرض له الآن وهي تقريبا موجات مدعومة بأساسيات، يعني شفنا شركات هي اللي تقود القطاع مثل بوبا وغيره بتأثيرها الوزني على هذه القطاع على هذا القطاع، بالإضافة إلى أنه أسهم أخرى يعني بعيدة عن موضوع السوق الثانوي وغيره شفنا فيها موجات صاعدة ومقاومة لأي هبوط يحدث في السوق
طبعا في بداية تشكل موجات صاعدة على المدى البعيد لها. يعني في السابق كانت في مجموعة كبيرة من الشركات الصغيرة هي اللي بقيمها السوقية الضخمة تقود القطاع. الآن القطاع يتم قيادته بشركات انتقائية ومدعومة بالأساسيات أكثر شيء. طبعا اللي يهمنا في هذا القطاع أكثر شيء التعاونية التأمين، وما زالت التعاونية التأمين عندها مشاكل يعني في جانب التحليل الأساسي. فممكن يكون المؤشر قطاع يعني ممكن يتداول فترة طويلة ما بين 1800 وال1400 يعني بشكل طويل حتى يحدث تصحيح واضح وقوي للسوق، بعدها ينشط القطاع لأنه هو مع علاقة عكسية مع المؤشر العام في موجات الصاعدة والهابطة. نعم، أشكرك يا سيد وليد عبد الهادي على كل هذه المعلومات.